لنعمل موس الشوكولاتة بالنكهة العربية إحنا بحاجة ل 200 جرام من الشوكولاتة، بدنا معلقة كبيرة زبدة، معلقتين كبار حبوب القهوة، معلقة صغيرة هيل مطحون، وكوبين من الكريمة السائلة، ومنزين بالكريمة والبسكوت. تمام، هلا بنحط الشوكولاتة على حمام مائي وبندوبها. أنا طبعا دوبتها بالفاصل عشان تاخذ وقت، وبدنا نحط الشوكولاتة الحب، هيها بحب تشوفوها، بنحط الشوكولاتة الحب بشوية مي، بشوي هذه شوكولاتة قهوة حب، قهوة حب. انت قلتي شوكولاتة، بنحطها معلش بنحطها بالمي. اوكي تمام، اللي هي الحب الهيل ولا هذه القهوة؟ هاي قهوة كاملة، حبوب القهوة يعني، حبوب القهوة وشوية هيل. هلا هاي قهوة سادة بدها تعملنا إيمان. هلا فبعدين خليهم هدول على النار لهدول يغلوا. تمام، هاي بنخليها دابت. هلا بس تذوب بنزيد لها، بنقيمها عن النار نورجيكم كيف، وبنحط عليها الزبدة. هلا هي سخنة فالزبدة رح تذوب، ندوب فيها الزبدة. هذا الموس، إذا بدناش نحط له قهوة هيك هو يعني، هي هون الموس بكون جاهز. تمام، وبعدين بندير الكريمة بشكل تدريجي، بس خلي الزبدة تذوب. الكريمة لازم تكون من درجة حرارة الغرفة، ما بصيرش تكون سخنة باردة، إذا كانت باردة بتيبس وبتزبطش معنا، بصير فيها كزبير. هلا بدنا نحرك، طبعا لو بتحركوا في ماكينه ما بيأثر، بس انا بحب احرك بايدي لانه بحس بالشغله اكثر من الماكينه. الموس هذا بس بليز ضروري لازم نحكي هذا الحكي، هذا بده يدخل روان على الثلاجه ساعه، هذا بده ساعه، بده يفوت ساعه ثلاجه، بعد الساعه لازم يخفقوه عشان يطلع معهم بهذا اللون. لازم ينخفق كثير. بدنا ناخذ 3 معالق من القهوه مع الهيل، بنحطهم جوا. هلا بدنا نزينهم ببسكوتة، انتوا جيبوا البسكوت اللي بدكم اياه، وحبه قهوه عشان نبين شو في جوا. صح، ايش المكون اللي داخل له.